السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كذلك سؤال آخر توصلنا به من سيدة تقول: ما حكم من يصوم رمضان دون أداء الفرائض الخمس دون الصلاة؟ هو يصوم لكنه لا يصلي، وماذا يقول الشرع في الذي يصلي في رمضان ولكنه ينوي أنه سيتوقف عن أدائها بعد انتهاء شهر رمضان، هل صيامه مقبول أم لا؟ هذا السؤال يتكرر كل رمضان. بعض الناس هم يصومون الصيام العامة ولكنهم لا يصلون، لا يصلي، هل صيامه صحيح أم لا؟ وهناك من فعلا يصلي في رمضان ولكن ينوي مباشرة بعد ذهاب رمضان أنه سيتوقف عن أداء الصلاة، هذا مشكل كبير، هل الصيام مقبول أم لا؟ الجواب أيها الأحبة الكرام، علينا أن نعلم جميعا بأن الصلاة هي عماد الدين، الصلاة هي الركن الأساس من أركان الدين، وهي العبادة التي لا تسقط عن المكلف لا في مرض ولا في صحة ولا في حضر ولا في سفر ولا في أمن ولا في خوف، لأن معظم الشعائر تسقط، الزكاة تسقط على الفقير لا يؤديها، الصيام يسقط على المريض وعن النفساء وعن الحائض وعن الكبير، والحج يسقط على غير المستطيع، فالعبادات كلها تسقط على فئة من الناس إلا الصلاة، فإنها لا تسقط عن المكلفين، حتى ولو كنت مريض ينبغي أن تصلي، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولا تسقط حتى في السفر، السفر لابد أنك تؤدي الصلاة بالتقصير، ولا تسقط حتى في مجال الخوف، لو كان هناك حرب أو جهاد لابد أن تصلي، لأن النبي الكريم كان يقول: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، رأس أمر الإسلام وعموده الصلاة، فهي الركن الأساس من أركان الإسلام، ومن ترك ركنا أصبح البناء ناقصا، أصبح البناء مختلا، ويخشى عليه من السقوط والهلاك. أهل العلم ذكروا أن من صام صوما صحيحا ولم يصلي لكسل أو لهوى، قالوا في العموم صيامه صحيح، لأن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، هذه قاعدة، ربنا يقول: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، لكن إذا كان صيامه صحيح قد يحاسب بالسؤال عن ما سوى ذلك، لأن الله تعالى يقول في الإجمال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا الرأي ذكره أهل العلم، وخصوصا الفقهاء الذين يتمنون التيسير ورفع الحرج، يقولون صيامه صحيح لأنه لم يصلي بكسل أو لهوى، فقد تهاون. لكن هناك فريق آخر من أهل العلم ممن يتشدد في الأحكام الشرعية، فيرى بأن بطلان الأجر والثواب مطلقا ما دام أنه لم يصلي، فأجر صيامه في اليوم باطل، لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد هبط عمله. هذا في الأيام العادية، الإنسان إذا تهاون على صلاة العصر حتى أدركه المغرب هبط عمله في ذلك اليوم، ومعنى هبط عمله أي بطل ولم ينتفع به. أما إذا كان في رمضان فكل العمل الذي قام به الإنسان من صيام ومن صدقة ومن أي فعل خير إذا لم يصلي ولم يدرك العصر هبط عمله. هذا فريق من أهل العلم كان متشدد أكثر من الفريق الأول. لكن هناك فريق آخر من أهل العلم بالغ، فحكموا على تارك الصلاة بالكفر والعياذ بالله،
استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لكن علماء آخرون قالوا له هو كفر دون كفر، هذا ليس كفر اعتقاد وإنما هو كفر تعطيل. على أي أيها الأحبة الكرام، هذه مناسبة لكي نجدد الإيمان في قلوبنا. من كان يصوم طاعة لله فعليه أيضا أن يجتهد في أن يصلي طاعة لله، ومن كان يصوم فقط في رمضان وينوي أنه سيتوقف يغير هذه النية وليطلب من الله تعالى أن يعينه على الصلاة، فإنها عماد الدين وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.